السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ونتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا وكنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعارف راسي خبرت شويه كنلوح لكم بعد شورت فيديو يعني فيديوهات قصار كنلوحهم في اليوتيوب الشيء ديال الاحتفالات وهذه الى اخره ولكن غابر كزعما كصوره وصوت لظروف خارجه عن الاراده ديالي واول حاجه كنبغي نهنئ المنتخب الوطني المغربي على هذا الانجاز التاريخي اللي داروا اللي ما كناش متوقعينه بكل صراحه كانت مفاجاه للعالم كامل والمغاربه خاصه برافو اللعابه تقاتلوا كنبغي نشكر حتى وليد الركراكي اللي زرع فيهم هذيك الروح الوطنيه والروح القتاليه وبزاف ديال الحوايج فهنيئا للشعب المغربي بهذا الانجاز التاريخي راه كما شفتوا وليت كنت بارطاجيت معكم اجواء ديال الفرح في بعض المدن وحتى في المدينه اللي كنعيش فيها المحمديه الصراحه مازال ما كرهناش نزيدوا مازال فانا هذا الفيديو لا فيديو هذا كنديرو قبل من الماتش اللي غادي نلعبوا الربع ديال ضد البرتغال ان شاء الله غادي يكون غدا اليوم كاينين ماتشات اللي واعرين وماعرين وماتشات قاصحين لي بزاف فهادشي علاش درت هاد لا فيديو هذا باش نشارك معكم التوقعات ديالي ونشارك معكم بعض الاخبار وبعض الحوايج اللي خالعاني في المنتخب الوطني المغربي هي الاولى نبداو بها ونخليو التوقعات ديالي ديال المقابلات حقيقيه الاخر بالنسبه للحوايج اللي مخوفيني بزاف في المنتخب الوطني المغربي هو نايف اكرد وغانم سيس الركائز ديال المنتخب الوطني المغربي والجدار هذوك راه كنسميهم الجدار اللي توين فبجوجهم موعدين واش غادي يلعبوا ضد البرتغال باقي ما خرج حتى شي نباء وكما كتعرفوا نايف اكرد راه ما كملش المقابله ديال اسبانيا وغانم سيس حتى هو راه كان غادي يخرج غير خلاه وليد الركراكي اللي حالي وزاد دخل بدر بانون باش زاد الكثافه الدفاعيه الى غابوا هاد جوج لاعبين وزيد عليهم امراض راه بزاف ديال اللعابه عندنا في المغرب كيعانيو من اصابه وكيلعبوا فنتمنى من الله يكونوا كاملين جاهزين الماتش ديال البرتغال لان البرتغال شي عندها واحد الدين خصنا نردو عليها ديال 2018 فنتمنى من الله توفقوا في المقابله هذه ونفرحوا ولما لا دابا ولينا حنا طامين في كاس العالم ما ولاش ما قنعناش الروبو والله العظيم انا ما بقاش مقنعني هذا الروبو وليت باغي النصف والنهايه ولما لا الفوز بهاد اللقب هادي وتكون شي حاجه استثنائيه على ما يقال بان المونديال الجاي اللي غادي يكون في كندا والمكسيك وامريكا غادي يكون 48 منتخب يعني غادي يزيدوا المنتخبات باقي ما يعني ما كاينش شي قرار رسمي غير كاين هاد الهضره هادي كتروج بانه غادي يكون 48 منتخب وغادي تكون 16 مجموعه انا ما اظن ماشي بحال دابا كاين غير 32 منتخب غادي يتزادوا 48 وغادي يتزاد واحد الدور يعني ما غاديش يبقى دور الثمون يعني غادي يتزاد واحد الدور اخر عاد باش غادي توصل لدور الثمون عاد باش الربع عاد باش النصف يعني غادي كثيروا الماتشات فهذه فرصه للمنتخب الوطني المغربي يدير هذا الانجاز هذا ويوصل النهايه ولما لا الفوز باللقب راه كلشي ممكن راه خلاها وليد الركراكي في واحد الندوه الصحفيه قال بانه راه المستوى راه متقارب يعني راه ماشي شي يعني ماشي شي ما كاينش شي منتخب اللي قوي بزاف يعني المنتخبات متقاربه يعني كاس العالم هاد الفرق اللي وصلوا الثمانية راه اي واحد وراه فعلا راه واحد فيهم غادي ياخذوا يعني تقدر ياخذوا المغرب تقدر تاخذوا هولندا كرواتيا يعني تقدر عاوتاني تاخذوا فرنسا انجلترا يعني ماشي شي منتخب اللي حتى البرازيل حتى هي غادي نهضر لكم عليها حتى هي فهذا الشيء اللي كان الاخوان بالنسبه للمنتخب الوطني كنتمنى من الله يعني يكون كل شيء في صحة جيدة ونواجه البرتغال بعزيمة وبإرادة ولما لا نربحوها وبلا بيلانتيات بلا أشواط إضافية في 90 دقيقة نحسمو الأمر حتى اللعابة نيت ما يعيوش بزاف حيت 120 دقيقة راه كتطلب
مجهود بدني اكثر واكثر. راه لاحظت بان راه العياء على اللعابه سيرتو مع اسبانيا المنتخب اللي كيشد كره بزاف، يعني اللعابه مساكن غير كيجريو. واللي فاجئني في المقابله ديال اسبانيا والمنتخب الوطني المغربي هو زياش، حكيم زياش. حكيم زياش هو اللاعب الوحيد اللي جرى في التيران بزاف، ما شاء الله على ذاك اللاعب. راه باغاه الميلان، القيمه السوقيه ديالو طلعات، امرابط كاع تقريبا كاع اللعابه اوناحي خصهم يزيدوا، راه القيمه السوقيه ديالهم راه غادي يولي اللعابه يوليو ساويين سيرتو اللعابه الاساسيين. فنتمنوا لهم كل التوفيق. ودابا ندوزو للتوقعات. ما غاديش نقول التوقع ديالي الماتش ديال المغرب والبرتغال، غادي نبداو بالمقابله الاولى اللي هي ما بين كرواتيا والبرازيل. انا ارشح، انا غادي نقول لكم شكون اللي كنرشح وبالدليل علاش، زعما قلت ماشي غير عشوائيا، انا كنرشح المنتخب الكرواتي هو اللي غادي يفوز على المنتخب البرازيلي. علاش؟ اول حاجه المنتخب البرازيلي ما طاحش في كوب دي موند، يعني ما طاحش مع شي فرقه واعره، شي منتخب اللي واعر يعني تحكمه، يعني كان الطريق ديالو ممهده، يعني في دور الثمون راه لعب غير مع كوريا وعطاهم مره، يعني ما لعبوش حتى في دور الدور المجموعات، راه طاحوش مع شي فرقين اللي واعرين. انا كنرشح كرواتيا لان فريق واعر وفريق لنهاية جيل، يعني هذا المنتخب الكرواتي راه معمرنا غادي نبقاو نشوفوه الا ما داروش شي انجاز في الكوب دي موند، يعني راه في كوب دي موند الجاي اللي غادي يكون في امريكا يعني غادي تشوفوا لعاب اخرين. انا كنرشح كرواتيا. بالنسبه للمقابله ما بين هولندا والارجنتين، انا ارشح هولندا. علاش هولندا؟ اول حاجه اللي منتخب اللي كان غائب عن الساحه لدرجه انهم في الكوب دي موند ديال روسيا راه ما مشاتش هولندا، كانت مفاجاه، المغرب مشى وهولندا ما مشاتش في المونديال ديال روسيا. دابا هولندا رجعات ورجعات بقوه وعندها اقوى دفاع، تماركوا عليه ماشي جوج بيوتا هما والمغرب، المغرب مازال تمارك عليه غير بيش واحد وخطا، ماشي حتى شي بيت مخدوم ولا شي حاجه. هولندا شي نفس الشيء، عندها دفاع واعر، فان دايك ليفربول راه غني عن التعريف، دي يونغ اللي كيلعب الوسط كان في البارسا دابا، يعني عندهم لعابه مشى ليا داك اللاعب اللي كيلعب حتى هو مشات لي السميه ديالو ديمباي، انا ما اظن بحال ما هكا حتى هو هداف، راه ماركا ماشي جوج بيوت على ما اظن مع هولندا. يعني هولندا راجعه وعمرهم فازوا بكاس العالم، يعني منتخب اللي متعطش للالقاب ومنتخب اللي اوروبي ومعمره ما فاز بكاس العالم، فكيبان لي هولندا غادي دير شي مفاجاه وغادي تقلب الطاوله على المنتخب الارجنتيني، اللي ما كيبانش ليا بشي قوه كبيره اللي يقدر يوصل بها حتى النهائي. بالنسبة للمقابلة ما بين انجلترا وفرنسا، انا ارشح المنتخب ديال انجلترا. علاش؟ راه يقدروا الاخوان التوقعات كاملين يكون العكس، انا غير هذا توقع شخصي ديالي وكنقول لكم علاش زعما اختاريت هذا المنتخب. بالنسبة للمنتخب ديال فرنسا وانجلترا، انا كنرشح الانجليز تربح. علاش؟ اول حاجة الانجليز عندها عقدة مع المنتخب الفرنسي، يعني ديما كتقصيها فرنسا بحال البلان اللي كان طاري لينا حنا مع المنتخب التونسي، واحد الايامات كانوا العقدة ديالنا دولينا الكأس افريقيا قصاونا من الكوب دي موند، كذلك بحال عندنا تقر مع المنتخب التونسي، كذلك هو مثال المنتخب الانجليزي والفرنسي. الانجليز ما غاديش تخلي فرنسا تدوز، يعني الانجليز غادي تقاتل. وعلى ذكر المنتخب الانجلترا، فهو المنتخب اللي السمعه ديالو التسويقيه اللعابه ديالو غاليين، هما رقم واحد وتابعهم البرازيل، يعني راه اللعابه ديالهم اصلا راه عندهم شي جوج فرقات هادو، يعني راه مين كيدير المدرب شونجمون، انا تفرجت فيهم شحال من ماتش، كيدير المدرب شونجمون راه كيقلب الماتش كيدخل لك لعابه اخرين. هادشي اللي كاين الاخوان، هادو التوقعات ديالي اللي قلت لكم. المغرب والبرتغال ما نقدرش نهضر عليه، ماتش اللي صعيب بزاف، ماتش اللي غادي تلعب على جزئيات بسيطة، يعني ما الكفة ما ميلة لتا شي واحد، يعني لا البرتغال لا المغرب،
اي واحد يقدر يربح بحال البلان بحال الماتش ديال المغرب واسبانيا. يعني ماتش كما كنقولوا ما كتعرف شكون اللي غادي يربح. ماتش اللي مزير بزاف كذلك مثال الماتش ديال برتغال ونتمنىهم الله يخرج بخير وعلى خير. هادشي اللي كان الاخوان درت هاد لا فيديو باش ما نغبرش عليكم ونشارك معكم الرأي الشخصي ديالي. نتمنى من الله تشوفوا في فيديو جديد الفيديو الجاي ونكونوا فرحانين ونكونوا درنا شي نتيجه ايجابيه وما كرهش الفيديو الجاي نديرو ونكونوا خدينا كاس العالم. السلام عليكم.